الحادثة الثانية طبعا بهيجي صاحبة محل ألبسي بحجة إنه بدها ألبسي، ذهبت إلى قرية قزحل واستدرجت صاحب محل الألبسة الجاهزة، محل الخالد للألبسة الجاهزة في قرية قزحل، تم استدراجه إلى محله، ومن المحل هو اسم المحل هذه للألبسة قرية كراد داسنية جانب المدرسة الابتدائية. طبعا استدرجته على المحل، ومن المحل كان موجود بأثناء أخي ياسر، قام بضربه بعصا على راسه، فقد الوعي، حملوه بالسيارة نفسها تبعته وذهبوا فيه إلى البيت المذكور، بيت إبراهيم. طبعا بيت إبراهيم انهالوا عليه بالضرب، كنت أنا موجود وقت اللي كان وشفتهم يعني، وعيطوا لي من برا، قال تضرب ضربه، ضربته ووقفوني برا، قاموا بضربه بعدين علقوه نهار كامل يعني مبدأ الشبح. ذنبه ذنبه انه من الطائفة السنية، كمان موجه من الطائفة السنية فقط، يعني ما ذنبه شيء يعني. تم بعد يوم كامل من الشبح تم تصفيته وتحميله بسيارته نفسها ورميه مقابل قرية قزحيل على المفرق. الحادثة الثالثة محلات العمر للألبسة الجاهزة، شخص يدعى أحمد العمر من قرية أم القصب، كمان هذا عنده وكالة ألبسي كمان من قبل بهيجي وزوجه محمد، ذهبوا إلى عنده على المحل على أساس إنه بده يشتروا ألبسي، تم استدراجه كمان للقرية ونفس المحل هو محل هذه اللي جنب المدرسة الابتدائية، ومن هناك أخذوه معهم وراحوا باتجاه بيت إبراهيم. طبعا كان بانتظاره المجموعة كلها، بس هاي الحادثة أنا ما كنت موجود عليها نهائيا، بس حكى لي عنها أخي محمد. كمان نهالوا عليه بالضرب وتم تصفيته وحملوه بسيارته. طبعا كل من صاحبين المحلات اثنين كان مو بس انه تم تصفيته وانه رجعوه بالسيارة ووضعوه على مفرق الضيعة، كمان تم تصفيته من كل شيء اموال معه، يعني تم نهب كل شيء اموال معه. وفي كمان عندنا كمان حادث شو اسمه، كمان اتت مساعدات الى سوريا، مساعدات طبعا من حزب من قوات حسن نصر الله، يعني حزب الله، اجت 3000 عسكري من حزب حسن نصر الله الى مدينة حمص، و1500 عسكري الى مدينة الشام. كمان اجت خبراء ايرانيين، خبراء منهم خبراء حرب والكترون، ومنهم خبراء اتصالات تابعين للفرع 211، موجودين هلا بمدينه دير الزور مقابل الشرطه العسكريه، شقه موجودين مقابل الشرطه العسكريه تابعين للفرع 211، هذول شرطون اتصالات. وفي كمان ما تبقى خبراء بالالكترونيات وخبراء حرب. وسمعت انه كمان انه صار في تجارة اعضاء بمدينة حمص، دكتور في منهم، من احد الاسماء اللي سمعت عنها انه دكتور نزيه ابراهيم، انه كان يقوم بتجارة اعضاء، تجارة العيون، القلب، الأمعاء، الأوعية الدموية، هيك سمعت أنا يعني، ما بعرف عن الموضوع شيء. هجوم على البيت. إيه. كمان قام محمد وياسر بالاشتراك مع مجموعة من الشباب الضيعة بالهجوم على القرى المجاورة، مثلا قرية المشاريع وهي من الطائفة السنية. القصد من الهجوم انه كانوا طالعين مظاهرة ضد النظام وسمعوا انه في تكبير بالجوامع، قاموا بالهجوم على الضيعة بالاشتراك مع قرية جنب ضيعتنا كمان اسمها قرية جبورين، كمان شاركوا معهم بالهجوم على الضيعة، وتم اطلاق النار على البيوت، وهن ما عملوا شيء يعني، مجرد انه بس مظاهرة سلمية.
تم الهجوم على الدعوة وبس يعني بقى في صار في مجرد انه جرحى فقط. اما الحادث الثاني الهجوم على قرية الغنطو من قبل محمد وياسر ومجموعة من شباب الضيعة طبعا مع قرية جبورين بالكامل وعربتين لصالح الجيش، العربتين واحدة منهم بي ام بي والثانية عربة شركة، وتم الضرب باتجاه قرية الغنطو. وقع بأثناء 30 واحد بين قتيل وجريح، وهي كل شيء معلومات عندي.